يا خالق الأنفاس يا علي العليا، والطف بالعباد يا ناشي الأرواح، يا عالم بالظاهرة والخفية وما في البحور والبر والرياح. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير من أخطره الله، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، نبينا وحبيبنا وإمامنا، والصلاة والسلام عليه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المفرجين متفرجات، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن اليوم في كوري، نقولوا كوري بكري بالهام بالعامية تاع المقري، وها نحن اليوم في برنامج قالوا قلنا كما قالوا. هذا البرنامج اللي رانا نمشوا به. سي عبد الحميد، نعم، هذا يسموه قلت لي كوري بالمقري ولا كوري مقري؟ لا كوري بالمقري. وين مقري فيهم؟ ايه ذوك احنا هنا الاخضر، مقري الاخضر. نعم الله، تعرفوه؟ نعرفوه. احكي على الكوري هذا. وهذا الكوري كان شغل ارتيزانا، هذه المساحة كامل كانوا فيها حوانت، يعني بيع وشراء، كانت الناس تخش هنا تدور ويشري، اللي خيط البرنوس كاين، اللي خيط السروال كاين، اللي خيط القشابية كاين، هاو غير هنا ما عرف لا مات ولا مزال. توفى سي محمد. سي محمد الجلالي. معيوف نقمته. كان هنا يخيط القشاشب. وانا خيطت عنده القشابيه نتاعي انا. هذا هو قال لك توفى، هو قال لنا سي نذير، قال لنا راه توفى. بارك الله فيك سي نذير. هنا كان الشيخ البشير. هذا اللي رانا جينا نهضروا عليه. هذا اللي كاين هذا. مجاهد. كفيف ومجاهد. شو اسمه؟ البشير ميهوبي. بن تيويري. الله يبارك. شيخ تيويري، احنا نقول له تيويري بكري. هذا هنا كان البشير، وهذوك هنا كانوا اللي خيطوا البرانس والقشاشب، يعني كل شيء، كل الاشياء هذه. هنا ثاني كانوا جماعه دايرين كما قلت انت الحلاوه، خدموا الحلاوه بكري. حرفه. كان عبد الله منهم، عبد الله بن صيد، ونجو ماشيين لهي القرنية هذه، نلقاو بوخالفة اللي كان يبيع الكوكاو. ايه هنايا هذو كل كانوا يتلايموا هنا. وهذه نعم دامة، وقيلة دامة معروفة، معروفة. وهذه هنا كانوا جماعة اللي يخدموا ثاني الكوستيم تاع العربي والسروال يخيطوا. حتى لهنا كان هدي دحمان بن ساقالي، واش يخدم؟ يخدم سفنجي، يخدم ثاني، يخدم سفنجي. هاك هاك تعرف الملا. ياو يعرف. ياو نشفال. اسمع، كان البريمير هذا الكوري ولا؟ البريمير كانت كل حانوت فوقها حانوت اخرى. وانت ولا غرف هكذا؟ غرف مسكونه ولا كيفاش؟ اللي ساكنهم وكاين اللي فيهم داير حكم. تفهمني. اللي ما بدون مأوى كل يجي هنا. البن المقري يكريلو ما واش من كراء تاع بكري. كان جلو البنوالي هنا، كانوا السكان ثاني هنا. جلو البنوالي، كان الصديق خاتيم هنا. كان واش يسموه مزعاش بكري، الشيخ مزعاش كان ثاني يجوباتو هنا. على كل حال، اللي ما عند بدون مأوى كل يجوباتو هنا، يعني ماهوش باخل حتى واحد. هنا اللي رانا نقولوا نهضروا على هذا الكوري، نولوا للشيخ البشير. وين بشير هذا ميهوي، المواهبيه بويوش يسموه،
باباه تيويري لأنه زايد في تيويرة، كانوا يروحوا يصيفوا منا. وجا التيويرة هذه؟ تيويرة راهي من البرج الهيل. تيويرة يقولوا لها تيويرة. كذا ما راس الواد ولا وين جات؟ جاية كما والله نقول لك، نقدر نقول لك راس الواد العناصر هذيك الجوية. ها؟ كانوا يروحوا منا يصيفوا من تم. كما هي بلاد نتاع الشاعر وش يسموه موسى التيويري الشاعر. ايه. كبير القادير. كان يجي هنا المسيلة هذا الشاعر؟ كان الشاعر هذا يجي هنا المسيلة يقول له موسى التويري. شاعر فصيح ولا شاعر؟ لا لا ملحون. ايه. كان يجيب المربوع ويعطيه للناس يغنوا به. مربوعة وراح ذوك عاد ما يعرفوش الناس. ايه. ذوك المربوع راه ما كانش. مو شي صحراوي، المربوع. ايه. كان البشيرة موسى التويري هذا كيوقف قدامه واحد يوصفه كما 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 نزل. كيف تاريخه كيف ليه بالقصيدة إيه؟ على المربوع. والمربوع هذا وشني قال نقدر نقول لكم بكري كانوا يبدأوا به يقولوا الأزرق يا خفيف البرمة وكرك راه جاني عالي تصفني شور الحرمة وعبد القادر الجيلاني، هذه يبدأوا بها المربوع هذا موسى التيوري. يبدأ بها عم بشير كيف هكف في سنة 35-36 راح للجزائر، راح للمرسى عنده احبابه ثم هاي وعنده كذا يخدموه كل خي، كانوا ناس بكري يروحوا للمرسى ما هذه الخدمه وكاين يروحوا يحملوا مسد. عمي البشير كان بعينيه كي راح للمرسى للحرب العالميه الثانيه، كان الالمان يحارب في فرنسا، ها هو يجي ساعه ساعه ولوح بومبا يجي هو لا حفي وسط الثمة الرحبه هذيك اللي قاعدين فيها الجماعه صح شو هذا لا وش ساعة كانوا يروحوا للمرسى. هي 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 المرسى هذيك هي ساعة الشهداء كل. فإذا بها طار ليه لي زيكلار لعينيه كف. كي كف ولا وش واسي عمي البشير لا غالب ذوك من اللي راحوا عينيه ما بقاش ما قاتلوش الجزاير ولا روح هنا وباقي يخمم وش يدير وش يدير. جاء الكوري تاع هذا بالمقري كان يكري الشنابر وكذا. جاء ليه قال له أنا حبيت نجيب المهرس ونهرس القهوة. جاب المهرس هذو هذا منهم واحد هذا عمي البشير كان معيش ثلاث عوايل. شوف الحكماء بكري كفيف ودير حسابه بصح حكيم هو معيش ثلاث عوايل زوج الناس دير واحد المهرس وواحد المهرس هذو يخدموا عنده خدامة دير لهم شهرية والعائلة نتاعو ثلاثة. الله يزيدوا ذوك الكلمة نحيلوا الكلمة وين ما استنى قبل ما تروح الكلمة اللي كانوا يخدموا عنده هذا وشادين مهرس مهرس وينهم ايه وينهم ما نعرفهمش ايه الله يبارك فيك. نقول نحيل الكلمة لسي أحمد. تفضل سي أحمد. تفضل سي أحمد نحيل لك الكلمة ليك أنت تزيد تعطينا نبذة على بويك. خاوتي أنا كنت لون طفلة زوج دراري وطفلة ها جابهم الشيخ نتاعنا أنا يا وخويا فرحات وأختي الزهرة. إيه. هذو ثلاثة اللي جبنا. هذوك أكبر منك ولا كيف؟ أكبر مني. يزوج. كبير. كبير إيه. وهو زوج مرة برك بيك ولا؟ مرة زوج ب سبعة وقيل. ثمانية. الله يبارك. ها. هو مولود في 1908 هكذا. إيه. إيه. وقتاش الزواج الاول تاعو دارو؟ هذوك ما كنتش شافيه انا في هذاك الوقت. وين ابنه ولا بنته الكبار؟ لا ما كانش حنا انا برك الكبير. انا اللي صغير فيهم قلت. هذو ثلاثة راهي قلت لك عندي. لا توفاو ولا مازالوا حيين؟ توفاو. توفاو. وقتاش زادوا؟ الله اعلم. الله اعلم. يعني زادوا قبل ما يروح الجزائر ولا؟ زادوا هنا. كيما راح كي جا كثير زادوا. بعد ما جاء من الجزائر. جاء من الجزائر. جاء من الجزائر. ايه ايه. زوج الاولى ما فهمتلوش الثانية الثالثة الرابعة كاينة بنت عمو هذه بنت عمو هذه زوج بها جاب معها خويا فرحات زهرة هذو في مرة واحدة. ايه. بعد ولا طلقها طلقها ولا تزوج بأمها تزوج بأمها جابني غير أنا يا ونوية. وش تقول له هذه بنت عمو. ثاني. ايه بنت عمو. الله يبارك. وش كان تعرفتو قبل ما يروح للجزائر؟
بعدك في هذاك الوقت ما كانت عندكم قطعة تاع أرض يخدمها ولا؟ كانت عندنا قطعة تاع أرض في المهبية. في المهبية. بعد هو شاف عمامي طلعوا للديرة، فهمت؟ اه. كي طلعوا هما للديرة قضوا في للديرة، هو قعد هنا في البلاد. ايه. والشيخ نتاعنا قعد في البلاد هنا في المسيلة. اه. ايه. وجدك واش كانت حرفته؟ جدك بويك بوي كانوا فلاحة عند موالة عند من؟ عند سموه هذاك تاع التراب هذاك المول هذوك الاخرين منهم تاع التراب هذو اللي قبل الاراضي كولون كولون كان يخدم مع الكولون ها؟ كانوا يطلعوا للتل يطلعوا للتل ايه وهذا يا بوي قدا كان عنده اخ ولا اخت ولا عنده سمع نامك وعمتك عنده سبعه وطفله خاوته ناسبهم له كان عبد العزيز واحمد عبد العزيز كيف مات؟ مات في الجزائر كان وجهه مع الطاقه مع الطاقه لحوا مع الطاقه في عهد بن بلة في عهد بن بلة زيد وبعد كان عمي قدور وعمي أحمد وعمي دحمان وعمي عبد العزيز وواحد آخر ثاني وشكون حي فيهم والله لا كانش عندهم فيهم حي بكر العجوز عمتي يعني زاد حي ربي يطول فيها مرة واحكينا واش تعرف على المحل هذا اللي كان دايرو تاع راحي القهوه هيك هو كي جا من هو كي من جا من الجزائر اه جا ديرك في الكوري هذا دخل فيه كي دخل فيه عطالو هذا بالمقري بالمقري عطالو الشمره هذه الاخضر بالمقري ايه الاخضر بالمقري اه ومن بعد قعد يخدم فيها يخدم القهوه ومن بعد كيخلص من القهوه ذاك الوقت كان زبنطوط يعني زبنطوط اي وخش قعد وحده في الشمبر اي قعد وحده وي اه ومن بعد ولا فكره ومن بعد الفكره هذه نتاع هو حكيم اه خدم القهوه هرس فيها ويبيع فيها ومن بعد واش هو اللي هرس راهم داير زوج خدام داير زوج خدام اسمع لي مهرس هذا منين جابهم اه هذوك عندهم عندهم بزاف اه ايه هذا تاع يا بشيل يا المعاضيد يا ايه اه من بعد جاء هنا قعد ويخدم من بعد ولا الشمع كي ولا الشمع قد قعد يخدم القهوه ها إذا كنت صغير ما كنتش نشفل ولا يعني نشفل عاد كي ملي كان يخدم الشمع يهرسها في المهرس هذا ثاني ولا؟ يهرس في المهرس خدم القهوة ومن بعد دورها الشمع دورها الشمع لماذا؟ في ذاك الوقت سي أحمد أعطوني شوي كلام تفضل في ذاك الوقت المعوقين هذو يعني سبحان الله العلي العظيم يديروا خدمة رواحهم ايه هذو المعوقين اللي معندهم مكفوفين ايه جو عند سي محمد بالقبيلية كل يقعدوا ثب وقانعين مساكنهم عايشين عوايلهم أكل ايه البشير راح ثم يبيع في الشمع ثم المجتمع ذاك الوقت عاطين لهم منين يسترزقوا منين يسترزقوا الشمع ليهم برك وحدهم تفضل من كيما خلص الشمع اه الشيخ نتاعنا ولا بريزيدنت تاع المكوفين داروه بريزيدنت ايه يروح يضرب عليهم في الجزائر هذا في الاستقلال بريزيدنت اه مع الصديق ولا مع الصديق ولا نركبوا كي نركبوا يسلك عليا كان يسلك عليا نص بلاصه إيه كان هو مسلك قيد ويسلك يسلك عليا نص بلاصه ومن بعد رحنا وياه الجزائر كي نروحوا للجزائر نروحوا للسعار يروح عنده صاحبه في العاصمه يروح ليه عبد الحميد بوغلام ربي يرحمه مسكين بوغلام بوغلام إيه ولا نروحوا ليه ثم الحانوت نتاعو كنت انا نروح له ونروح له الدار
يدينا البار نتغدى ونتعشى ومن ثم ومن بعد كي نتغدى ونتعشى نولوا نروحوا للبيرو مكفوفين بعد مكفوفين والبيرو هذا وين كان تعرف كان في لا كرون بوست نعم قدام لا كرون بوست كان واحد تعطي لها هكذا دايرين فيها نتاع العميان هذوك وكل واحد يشغل مكفوفين ايه مكفوفين واحد يخدم الدكتور والنظام نتاع المكفوفين واحد منا وهذيك نروحوا ثم شكون عندهم نهضروا لهم نقولوا لهم رانا صبا ولا رانا ما عندناش ورانا هكذا وهكذا يسربونا ساعة يعني يقولوا لنا كبينات هكذا سما يروح يهضر بس المكفوفين تاع مدينة المسيرة كان عندنا بيرو هنايا يعني. الدورة هذه الرود هذوك الحوان تتبع يخدم الفصح هذاك هو البيرو تاع المكفوفين واش دار بيك في الثورة؟ كان يمشي مع الخوة ها والمجاهدين اللي كانوا يمشوا معاه كان اللي يجيب لهم يديهم السلاح العبيد اي بلاصه يحبوا يدوه وهو كثيف ما يشوف تسمى ما يشكوش فيه انا شكوش فيه على هذيك اللي داروه المجاهدين يعني هو كل هو الكل في الكل ما الاخرين ما خدهمش يحضروه ولا حاجه كان يجيكم للدار ولا كانت تتم العمليه واللقاء كلش في الحانوت كانوا هنا يديروا العمليه ها يديروا العمليه في تاع الشهداء ومن بعد يجوا لهنايا وكيعودوا رايحين يطيشوا الكحل هذوك يطيشوا مع عند الشيخ ومن بعد هما يهربوا يديرهم في الطلع يطلعوا يهربوا طلع انت الشمة تاع الشمة ها ومن بعد من هذا قعد زمان ومن بعد ولا يروح للاجتماع ايه ولا يروح للاجتماع يدو يحضر معاه سما هو النشاط تاعو اللي كان دايرو قبل الاستقلال ومساهم في الثورة بما استطاع كما احنا نقول بعد ذلك كي جاء الاستقلال كان من الأوائل اللي مثلوا المكفوفين تاع المسير وكنت انت بالذات تديه للجزائر وين تديه؟ نديه العاصمة نديه لاسومبلي فهمت لاسومبلي هذه جاية في هارون محمد خمس لا ها هي من لا جرون بوسن من هذيك القاصة كان واحد انت قدام خطرة ديتو؟ اديتو قدام خطرة في الاجتماعات اديت واحد الربع خمس ربع ولا خمس مرات ولا ندي فيه وما يقولوا جو كنت تحضر معاه كي وش يقول لهم وش يقولوا له؟ يقعدوا يصرش برك ما يهضرش كاين ذاك المجلس تاعهم الطويله الراجل يعني ثم هو اللي يهضر وهم يقعدوا يسمسوا يدير لهم خطاب هم يقعدوا يسمعوا الممثلين ما كانش يدير مشاكل تاع المكفوفين تاع مسيرة ما كانش ما يقول لهمش مش يخصهم ولا وش يقول لهم ها ومن بعد واحد النهار ثاني جاوا لهنا جابوا لهم الكتان سراول وقماج وبيستات وقالوا له فرقهم يفرق فيهم بالمكفوفين واحد وشعبيه مثل واحد يدي صباط واحد يدي قمجه واحد يدي منه جمله يعطي لهم وخلاص وين راه مدفون؟ ها؟ وين دفنتوه؟ في العزلة في العزلة ما خلى لكم وصايا ما خلى لنا حتى وصايا ما خلى لكم دراهم ما خلى لكم خلانا دراهم تنتوعوا عطاونا واحد هذاك الوقت عطاونا 5 ملايين ولينا نسملهم على بعضنا وكنات زين سما انت الذكرى اللي عندك عليه كلها طيبه يعني طيبه ايش كنت انت اللي مشيت معه اكثر منهم وكل انا مشيت مع انا هو كل شو انا الجيب نتاعه فهمت انا الجيب نتاعه ونمشي وين يحب يروح ذاك الكلمه سي عبد الحميد وش على كل حال احنا يا عمي البشير نعرفوه يعني احنا مربينا هو بعد ربنا عمي البشير ودينا منه من الحكم أنا ديت من عنده حكم في ذاك العهد وانتم كنتوا ساكنين الاستقلال يعني كنتوا ساكنين ها كي ضربت الزنزله ولا قبل الزنزله خربت الليس وين بالضبط؟ جيت الهبطه تاع الولد تولد دارج بقى ابو حمامه كيما حمام كيما
ابو حمامة جنع ابو حمامة نعرف دار دارينو انت تشفال هاد الدار وكي جا الزلزال رابت خلاص ولا ما رابت هما اللي يريبوها ولا لا هما اللي يريبوها ها بعد ولا ولا حفله مزين القاس كانوا ديال صحاح وريب ها ولا كان العسكر كان العسكر تاع الجزائر كانوا مزين بزاف دايرينهم برارك خرجوهم وبعد ولا خرجوا العسكر هذا ولا حنا حنايا وين منكوبين وين منكوبين وين منكوبين هذا هو هذا حي الزهر وين بالضبط جيت كنا جامعة تاع نسموها الامام مالك الجامعة تاع الامام مالك قدام دار عبد الله